كيف يرى المخرج احمد النحاس المرأة في اعماله، وانت لك لو لك باع في اعمالك الفنية الكبيرة؟ هو انا دايما كان ليا رأي، ويمكن ده قلته في مسلسل الوتد لما كانت الفنانة الكبيرة الله يرحمها هدى سلطان بتعمل دور فاطمة علبة، ان المرأة لم تأخذ حقها كما يدعون. هم بيدعوا ان المرأة موجودة وبتاخد حقها، ما بتاخدش حقها، بالعكس المرأة دايما مهمشة ودايما هي نمرة اتنين في كل شيء. في السجينة ده مثلا إلهام شاهين وسامح عنه كانوا بيعملوا المرأة اللي كل واحدة فيهم كانت بتشتغل حاجة ما كانتش حباها، كانت إلهام شاهين رقاصة، وكانت سامح أنور بتلعب في السيرك، وعانوا معاناة رهيبة جدا في شغلة دخلتهم السجن وهم بنتين عاديين كانوا عايشين حياتهم الهادية جدا. في الطائرة المفقودة المضيفة سير رمزي هي التي تسببت في الحادثة، الحادثة سببها مرأة، انه علاقة الحب كانت بتربطها بالطيار تسببت في ارتباكه، في عدم قياسه لمعلومات طيرانية مهمة جدا، طيارة وقعت ووقعت في حقل رمل الإرمال المتحركة وهكذا. دائما كنت شايف المرأة بقى الأم في الوتد، المرأة الأم فاطمة علبة، الأم التي كلمتها هنا أكبر من كلمة الأب وأقوى. الفن، هل الفن ظلم المرأة؟ ما ظلمهاش، بس هو سؤال بسأله دايما في محاضراتي اللي بدرسها في السيناريو الولاد، أو بيسألوني دايما هو ليه النجم راجل؟ هو ليه السينما النجوم كلها ولاد او رجاله؟ مفيش نجم ست ابدا، مفيش بعد الهام شاهين وبعد ليلى علوي وناديه الجندي ونبيل عبيد، ومفيش خلاص بقى. كل الافلام هتلاقي البطل رجل، كل المسلسلات هتلاقي البطل رجل، وان المراه هي اللي بتقوم بالدور الثاني. وحتى لما المراه بتتصدى، يعني انا يعني اللي عاجبني في غاده عبد الرازق انها بتتصدى لبطولات مطلقه في محاولات لظهار المرأة في أشكال مختلفة، إنما أنا شايف حاجة. حتى أنا عايز أقول تعليق، إن أنا كمخرج حتى وأنا بتعامل مع الرجل والمرأة بلاقي إن الرجل أسهل من المرأة. طب استهلكت بمعنى إنه مواعيده ما عندوش بقى المكير والكوافير وما عندوش الهيصة دي، وما عندوش. هي المرأة أصبحت عمالة كل مادة تهمش جدا بشكل غريب جدا. أما كنت مساعد كانت المرأة سعاد حسني وشادية وصباح ومديحة يسري، كانت المرأة ضخمة جدا جدا. معرفش تراجعت المرأة بشكل كبير، وهتلاحظ أنت كل الأفلام كل المسلسلات البطولة مكتوبة الرجل.